شخصية غريبة، مجرد ظهوره فأنت على موعد مع قضايا مثيرة للجدل. لا توجد أمامه خطوط حمراء ولا أي نوع من الخطوط، ينطلق كقطار بلا محطات توقف. يسيطر من خلال قناته على يوتيوب على ملايين المتابعين الذين انقسموا حوله بين معارض يرى أن أسلوبه مستفز، ومؤيد يراه صانعاً للبسمة من خلال منصته الإلكترونية التي يديرها ويصنع محتواها بنفسه. هو الشاب السوري فايز كنفاش، يتعمد عرض موضوعات تحت عنوان عريض هو الكوميديا وإضحاك الجمهور. حتى المعارضون له لا يتمالكون أنفسهم من الضحك بأسلوبه الذي يستفز به المارة في الشارع. شباب وفتيات ورجال وسيدات، لا يتوقف كنفاش بمقالبه المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصته على فئة عمرية دون غيرها. مجرد وجوده في الشارع فذلك يعني أن مقالبكم كوميدية أصبحت في حيز التنفيذ. مكالمة هاتفية مصطنعة يجريها فايز في الشارع قرب مجموعة من الشباب والفتيات أثناء عودتهم من المدارس أو ذهابهم إلى الأندية، يحول المارة من خلال تلك المكالمة إلى أبطال في حلقاته التي يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. كنفش لا يتورع عن ارتكاب أي فعل أو تنفيذ أي فكرة في سبيل الحفاظ على أعداد متابعيه والحصول على أعداد أخرى من المتابعين. أسلوب غريب يتبناه الشاب السوري بتعمده اختيار موضوعات تتعارض أحياناً مع عادات وتقاليد السوريين. معروف عن المجتمع السوري أنه يضع قيمه وتقاليده على رأس أولوياته. حتى السوريون الذين هاجروا إلى مختلف البلدان الأوروبية ظلوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم كما لو كانوا يعيشون تماماً في مجتمع عربي. كنفش أدرك سريعاً هذه المبادئ وقرر اللعب على وتر مخالفتها بمقطع فيديو صادم. طرح كنفش تحدياً على منصته الإلكترونية يعرض من خلاله أحدث أنواع الموبايل على الشباب في شوارع دمشق، مقابل أن ينفذ الشاب الراغب في الفوز بذلك التحدي مطلباً واحداً. كان ذلك الشرط يتعلق بأن يقوم الشاب الراغب في الحصول على أحدث أنواع الموبايل بتقبيل قدم فتاة ضمن فريق العمل ببرنامج مقالب كنفاش. بدأ صانع المقالب الأشهر في سوريا يعرض ذلك التحدي على الشباب ورفضه العشرات منهم، معتبرين أن ذلك الشرط إهانة ومستغرب على تقاليد السوريين. السوريون شنوا حملات انتقاد واسعة على صانع المحتوى، وطالب بعضهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك المقطع الذي أهان ملايين السوريين في شوارع دمشق، حيث تعمد صانع المحتوى السوري استغلال حاجة الشباب والمارة في الشوارع. كتاب وإعلاميون طالبوا بقوانين قوية تضبط أداء صناع المحتوى في سوريا، واعتبروا أن ما حدث خطر على كرامة السوريين كافة واستهزاء لا يليق.